تفتكري هو الحاجات دي هتفرق؟ طبعا لو كلنا عملنا كده اكيد هتفرق. أربعين في المية من استهلاك الطاقة في مصر بيحصل في البيوت، والأجهزة الإلكترونية حتى وهي مقفولة بتستهلك طاقة عشان مش شايلين الفيشة. استهلاك الطاقة الكهربائية لوحدها مسؤول عن إنتاج 41% من غاز ثاني أكسيد الكربون. مجرد التغيير للمبات الموفرة هيوفر للعالم 120 مليار دولار في السنة. تخيل! الستات أثبتوا أن التغيير ممكن وبطرق ذكية وبسيطة. هي بسيطة بس هتفرق على الخريطة.